عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال عليه الصلاة والسلام: فمن؟ ولو قال قائل: هذا الحديث خبر أم إنشاء؟ هنا خبر، والخبر قد يخرج عن أصله لاعتبارات أخرى، وقد يبقى الأصل أن يبقى على ما هو عليه. الخبر خبر، جاء زيد خبر، لكن هنا هل بقي على أصله أم أنه خرج عن أصله؟ إذن هذا الخبر لم يبقى على أصله، فهو خبر في صورة الإنشاء. وما هو هذا الإنشاء؟ هو النهي. فهو عليه الصلاة والسلام لا يريد إقرار الأمة على متابعة الأمم السابقة، وإنما أراد التحذير والنهي. قال العلماء في قوله عليه الصلاة والسلام: فمن؟ قالوا: استفهام خرج عن أصله ويراد منه التقرير، في التعارض مع ما ذكرنا. نحن الآن نلغي أن يكون هذا الخبر تقريرا، وهنا في هذا الاستفهام نقول هو إقراري، فما الحل؟ إذن الجواب أن قوله عليه الصلاة والسلام فمن استفهام تقريري لما ذكره الصحابة رضي الله عنهم، لا لما صدر به حديثه في الحديث، ليس عائدا على قوله لتتبعن، وإنما هو عائد على سؤال الصحابة رضي الله عنهم، علما أن بعض العلماء كابن حجر رحمه الله يرى أن هذا الاستفهام استفهام إنكاري. قال: فمن؟ يعني إنكاري، من باب الإنكار على ماذا؟ من باب الإنكار على تردد الصحابة، فمثل هذا معروف.